خمسة متاع العشية أكيد عدد المواضيع في انتظاركم، ابقوا معنا متواصلين معنا. أنيس البيجلي الكاتب العام للملعب التونسي، أكيد غدوة مقابلة كأس تونس الملعب التونسي في يتحول القفص في وسط تخوفات كبيرة، أكيد تتابعوا قاعدين الكرة في العالم الكل، بريسك متوقفة، قعدوا شوية بلدان، ممكن تركيا لعبت البارح واليوم، لونجلتيرا توقفت، فرنسا توقفت، كيف كيف ألمانيا إسبانيا البطولات الكبرى تقريبا الكل توقفت، في تونس نلعبوا غدوة كأس تونس أو يكلو. معانا انيس البيجي كاتب العام الملعب التونسي، نحكي معاه شويه على مقابله غدوه. اكيد سي انيس مرحبا بك. مرحبا اسلام، ومرحبا بالساده المستمعين والمشاهدين كذلك. اكيد تخوفات كبيره موجوده هذا لديكم وعند الملاعبيه الحاجه هذه، والا مش ماشي في بالكم جمله؟ لا ما نجموش نكونوا ماشي في بالنا جمله يعني، لكن حرص حرص واحتياط اكثر منه خوف. واحد ياخذ احتياطاته يحاول يكون منتبه اكثر، وكاو في نوع باش يولي تركز على اللعبه اكثر، وتولي الاذهان كلها معناها متخوفه وما عادش يركزوا في المباراه، كل حاجه في بلاصتها، ناخذ احتياطاتنا لكن ركزوا كذلك في المقابله نتاعنا. ما كنتش تشوف لو كان وقفنا لدى حد احنا كيفهم كما البلدان الاوروبيه الكل افضل من ان ياخذوا ريسك هذا، خاصه انه البلدان هذه اللي ما وقفتش فهم حتى ملاعبيه وقع اصابتهم، معناها ما كناش نجموا ناخذوا الدرس من عندهم على نحافظ على سلامه ملاعبيتنا نحن زاده. شوف اسلام، راهو كل بلاد وظروف ومستوى تطور يعني الفيروس هذا وتفشيه، كل بلاد تختلف على الاخرى، وكل مرحلة في تطور الفيروس هذايا تجي قرارات مناسبة، ربما اليوم أعلى هرم السلطة راهو القرار أنه تتواصل المسابقات مع اعتماد الويكلو، لأنه المرحلة هذايا ربما وعلى مستوى تطور انتشار الفيروس في بلادنا يقتضي القرار هذايا، ربما بعد في الأيام المقبلة حسب إن شاء الله تطور إيجابي ومش سلبي ربما تتخذ قرارات أخرى. معناها اليوم نتعاملوا مع الوضع هذايا اللي فما ويكلو وفما مقابلة مدير فضل الجمهور، نتمنى أنه يقع تطبيقه بصرامة وبحذافيره، حتى على الأقل نعمل أكثر وقاية وأكثر احتياط على سلامة كل المتداخلين في اللعبة والحاضرين في الملعب إن شاء الله. أنت قريب للملاعبية أكيد، شنو الديسكور اللي يحكيو بيناتهم؟ نتصور ما نتصورش باش يكونوا أليز حتى غدوا في المقابل، سواء من الملعب التونسي ولا قفصة ولا حتى بقية الجمعيات الآخرين، نتصور باش تكون فما الهاجس هذا نتاع الفيروس. ولا نشوف توا نشوف المجتمع نحن ونفس المشكل نشوف الناس كل في اذاننا، لكن في وقت المباراه نحاولوا قد ما نقدروا نخليوا اللاعبين مركزين في المقابله، لان يعني المقابله باش تلعب سواء خم ولا ما خموش، مقابله باش تصير ان شاء الله باذن الله غدوه، فلا بد انه اللاعبين يركزوا في مقابلتهم وكيفيه ضمان الترشح، لكن احتياطات كما ياخذها راهو هو ماشي يلعب، كما ياخذها هو ماشي يخدم، كما ياخذها هو ماشي يقضي ولا في الدار، فالاحتياط واجب للناس الكل، لكن اليوم نتعاملوا مع الوضع هذا ومع القرار هذا، لابد ان نكونوا حاضرين غدوه ان شاء الله في المقابله نتاعنا واذهاننا مركزه اكثر ما يمكن على المباراه. فما اجراءات باش تاخذوهم اخذتهم الجمعه وبلغتكم بهم، والا ما عندكمش فكره؟ بخاطر مثلا في المقابلات اللي في اوروبا تصير فما برشا اجراءات في تفتيش الصحفيين، القياس بتاع السخانه نتاعهم، الامن كيف كيف، وقع القياس بتاع الناس كل اللي موجودين في الملعب حتى ويكلو، وقع قياس معناتها التثبت من انهم حاملين الفيروس والا عاد، باش تكون فما اجراءات كما هكا غدوه ولا ما عندكمش فكره؟ والله نحن نباركوا اي اجراء فيه صبغه حمائيه وصبغه وقائيه باش نمتثلوا كما الناس الكل اي اجراء في الاتجاه هذا، لكن لحد الان ما عندناش علم بالاجراءات هذه، ان شاء الله قدر ما يمكن انه يكون الامر فما وقايه فما يعني احتياط نحن نباركوه ونكونوا سعداء به، لكن الى حد الان ما عندناش يعني اي خبر رسمي، وحاولنا قدر ما نقدر ما نخليوش يعني اللاعبيه اذانها الكل منكبه على الموضوع هذا، نحاولوا نلعبوا مقابلتنا وان شاء الله ما فما كان خير، ان شاء الله الناس الكل تبان على بعضنا، ورب ان شاء الله ينجينا الناس الكل ويحافظ علينا الناس الكل يعني من الخطر هذا ان شاء الله. ان شاء الله. بين صغار فوز تواجدك معايا سي سينيس، نسالك على موضوع اللاعب اللي وقع فسق عقده مؤخرا، اللاعب بولندي سيدريك مافينجو هكا اسمه ولا؟ سيدريك مافينجو البولندي. نحب نعرف الاسباب، انتم قلتوا بون ما اندمجش، علاش توا علاش في الوقت هذا بالذات، معناها مازال وسط العام، علاش توا عرفتوا اللي هو ما اندمجش معناها؟ لا نحن اعطينا فرصه للملاعبي، لكن الملاعبي حتى لعب مع الامال يعني تحت قياده مدرب الامال سي وليد، وما اقنعش وما قدمش الاضافه اللي كنا نستناو فيها منه، في الاكابر ما تمش الاعتماد عليه من طرف الاطار الفني، مع انه هو كثير التشكي وكثير يعني الامتعاض، وانه يحب يروح وما اقلمش مع الجو، فالكل مع بعضه
خلينا نوصل قرار يعني رضائي واتفاقي بيناتنا انه نفسخوا العقد هذا. لكن اهم حاجه بالنسبه لي قبل التاقلم وقبل كل شيء انه اللاعب هذا ما قدمش الاضافه نتاعو اللي نستناو فيها منه، فما فماش علاش يزيد يقعد، صبرنا عليه شويه. لكن خير الوقت هذايا، خير لانه الوقت هذايا بالعكس حتى اذا كان لدرء الشبهات ماهوش وقت ميركاتو باش اللاعب يمشي صح في جمعيه اخرى ولا يمشي ينتقل جمعيه اخرى. القصه هذايا لمجرد انه اللاعب ما تاقلمش معنا وما اقتلعش مكان في تشكيله كسوا مع الاكابر ولا حتى مع الاهلي. نتمنى له نحن كل خير في بقيه مسيرته ان شاء الله. الحكم عليه ما كانش يكون قبل امضاء العقد؟ لا قبل امضاء العقد عندنا اخبار طيبه على الملاعب، لكن تعرف الملاعب نجم يجي معاك وما يتاقلمش معاك للامور تخصه هو شخصيه ذهنيه ربما، لكن الملاعب مش اول ملاعب ينتقل لجمعيه وما ينجحش فيها. فما ملاعبيه تعرف انت بسماهم وعندهم سي في كبير ويمشيوا لجمعيه وما يستقدموش الاضافه. خاطر استاذ اكيد انت متابع على مواقع التواصل الاجتماعي برشا جميع ملاعب التونسي تحكي معناتها قاعد يتكرر السيناريو هذا في ملاعب التونسي، خاصه صار قبل مع اللاعب المصري محمد سليم ظهر لي اسمه هكا وتو تعاود نفس العمليه بالضبط. شوف كي تعمل 8 انتدابات ملاعبي تغلط فيه يعني ماهيش حاجه كبيره. بالنسبه لنا التو دو ريوسي في الانتدابات نتاعنا تبارك الله تو عالي، تعرف اللاعبين اغلبهم اللي انتدبناهم اليوم عندهم اماكنهم في التشكيله وكل شيء. يعني كي تغلط في ملاعب راه ماهيش لا فان دي موند، تجيب لاعبي تعطيه فرصته وما تاقلمش يظل لي ميو فوتار تو جامي، معناها انك فاهم انت وياه توا خير من يزيد يكمل لك عام كامل معاك، لا هو بشعه الاضافه ولا هو مرتاح مع المصاريف الشهريه اللي يطلبها اللاعب. هذه رغبه اللاعب اكثر من رغبه ملعب تونسي، فكونوا واضحين. لكن لو كان اللاعب قدم الاضافه كنا على الاقل نلقاو معاه حلول اخرى ونوسعوا بيننا اكثر، لكن تيسكو ما قدمش الاضافه وهو مش مرتاح ويطالب بالحاح انه يغادر، ما بقى لنا كان اننا نوافقوا على رغبته هذه. تكلف لكم فلوس عمليه فسخ العقد ولا لا؟ لا لا صراحة لا تكلفت، فهمتوا تكلفت لنا فلوس لانه يعني هو طالب فسخ العقد. يعني ربما كان احنا طالبنا به فسخ احاديث الجانب باش يكون عندنا، لكن هذا اتفاق تحت رغبته هو، يعني هو السباق برغبة الرحيل هذه. فهمتوا واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك استاذ على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص مقابلة غدوة في كاس تونس وايضا بخصوص اللاعب البولندي اللي وقع فسخ عقده في ملعب التونسي ثم موزيك.